حياكم الله جميعا. ان شاء الله درس اليوم يكون درس بسيط. كنا تحدثنا سابقا عن الموديلنج لهذا البروجكت. ده كده ايتم ماسكوت. كنا تحدثنا سابقا ازاي نعمل موديل. طيب اذا دي كانت النتيجه النهائيه قبل كده لما استخدمنا السكولبتنج تول، استخدمنا ادوات النحت ورسمنا هذا الاوبجكت. طبعا البوليجونز او الفيسز تقريبا 10 مليون، ده رقم طبعا ضخم، فممكن نستخدم الديسيميت موديفاير عشان نقلل الرقم او الريمش في السكالبت. خلينا نبدا بقى النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نستخدم الموديلنج تولز، ادوات الموديلنج تولز في الاديت، بخلاف سكالبت مود. بس هنشوف ازاي نستخدم الاكسترود وباقي الاوبجكتس. هيا بنا نبدا فايل جديد. نستكمل ده كده طبعا الفولدر والصوره طبعا هتتم ارفاقها في الديسكريبشن. الام بي تي لغينا السليكشن بحيث ما نقدرش نستخدمه كالتالي، او ما نقدرش نعمل سيلكت او اختيار لهذا الاوبجكت. كالعادة هنفعل السكرين كاست كيز ونبدأ هنا شيفت سي. طبعا الأوبجكت الصورة متماثلة وموجودة في السنتر، فنضغط شيفت سي بحيث الكورسر يكون في السنتر. ثم بعد ذلك هنضيف سفير. هذه السفير يكون بهذا الحجم. ممكن نضغط سكيل وسكيل في الزد، ثم نختار من هنا فيرتكس، نفعل البروبورشن ايديتنج جي في الزد. هنزود الدايره شويه، هنختار الفيرتكس ثم جي، هنزود الدايره عن طريق السكرول ويل. لو السكرول ويل مش شغاله بيج اب اند بيج داون، زد ثم سكيل شيفت زد، سكيل مرة أخرى هكذا. هنا نختار الفيرسك ديت ونحركها بهذا الشكل. كده أصبح عندنا الدائرة. ده كده هنسميه البادي. ثم بعد ذلك هنختار البادي. هيكون في بعد ذلك هنا كده بلين RX 90 degrees سكيل داون. ثم نذهب الى الميرور موديفاير ميرور اكس، والاوبجكت عندنا هو البودي. ممتاز جدا. هنختار هنا كده الادج هذه ونحركها لاعلى، ونحرك الادج هذه للاسفل هكذا. هنقول هنا ان في 3 لوب كاتس، جي في الزد في اتجاه الاكس هكذا، جي سلايد وجي سلايد ثم جي. هنختار شيفت اس كورسر سيلكتد، وممكن نختار هذه الفيرتكس ايا كان، ثم روتيت. تمام. هنا كده هنضطرين نحرك الاوبجكت في اتجاه الواي. هنضيف سبليون سيرفيس في كموديفاير. ممكن نختار الفيرتكس ذات ونحركها كالتالي. الليفلز 2 خلينا نقول 3. ممتاز جدا. نختار الفيرتكس هذه شيفت اس كورس سيلكتد، سيلكت اول روتيشن حول الفيرتكس ار زد.
ممتاز جدا. ثم خلينا نضيف السب ديفيجن سيرفيس، او هنضيف سوليديفاي بحيث نضيف تخانة ابلاي للسكيل. نقول ان البوينت او 5 او بوينت او 7 يعني معقول، وابلاي للسوليديفاي. هنختار الفيسز هذه انست واكسترود للداخل. طبعا هيكون سموث. سلايد كالتالي وسلايد كالتالي. بالنسبة للكولرز فاحنا ممكن نضيف هنا الماتيريال بيس كولر هيكون بلاك، الكولر هيكون بلاك، والرفنس هنقول بوينت تو. نبدأ بوينت تو، هنبدأ ببلاستيك أيضا، الميتاليك زيرو. تمام. بعد ذلك هنختار هذه الفيسز ونقول ان دي وايت. والساين هنا تكون وايت الكالرز. ده كده الكالر الحالي. طيب ممكن كنترول بلس ونحدد هنا يكون وايت كالتالي. ممكن طبعا نضيف هنا سبجن سيرفس لو احنا محتاجين، ده يكون شارب. هنشوف الفاينل النهائي هيكون ازاي. كده اصبح عندنا هذا الجزء. بالنسبة لي الانف هنقول شيفت سي كورسر سيلكتد اوف سنتر. دي كده عبارة عن سيركل، فهنضيف سيركل او ممكن نضيف لاين لاين لاين. طيب اللاين ده كده موجود في هذا الجزء. فاحنا هنحرك ده كده في الواي، وهنختار شيفت اس كارد سيلكتد سيلكت اول و الت اي سبن. سبن وليكن 180. تمام. تمام. طبعا من هنا كده هنحرك بعض الفيرتكس بعض الفيرتكس
بعض الفيرتكس. كنا ممكن نستخدم الدايرة تمام جدا.